السلام عليكم. أنا أم الضحية هبال هلالي، في عمرها 14 سنة، لا قل ولا أكثر. بنتي خرجت فطرت وخرجت في الصباح مع الوحدة، لبست حويجاتها وخرجت هي أختها والعيلة بنتي ستيت صغير. شافت فيا وقالت لي بسلامة ماما، قلت لها بسلامة ماما عادي، كي سحب ليش بنتي غتمشي الموت برجليها، ولكن الحمد لله قدر الله شاء ما فعل. الحمد لله وشكر لله، الله عطى والله هدى، الحمد لله. أنا مع ستة العشية عيطت لي اختها اللي مشات معاها، عيطت لي قالت يا ماما هبة مشات. قلت لها كيفاش هبة مشات؟ واش فرها شي واحد؟ داها شي واحد؟ قالت لي لا ما داها حتى شي واحد، ماما هبة داها للبحر، هبة غرقات. بقيت انا وياها على اتصال، واش ما جاو لا مسؤولين ما جات حتى شي حاجه، كتقولي لا ماما ما جات حتى شي حاجه، وكتبكي في التليفون. شبرت طاكسي انايا ومشيت غادا، حتى وصلت عندهم. ملي وصلت ما كاين حتى شي واحد تما، ما كاين حتى شي واحد، لا ميطناجور لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي واحد. كنسول كيقول لي باقي ما كاينش اليوم، اليوم فاتح ماي، ما كاين حتى شي واحد، ما كنلقاوش معاه من نهضروا، من حقهم ما كايناش الخدمه. ولكن ملي كتجي واحد الحاله طارئه غيخرجوا بالزمنه، بالزمنه مع يخرجوا. لحقاش واحد البنت ضحيه بريئه 14 سنه ما شافت ما تشوفت، وانا قلبي محروق عليها. جاو شي غواصه شي يمكن شي ساعه ولا ساعه ونص، عاد باش جاو هيداك، جاو واحد داك الموطور ما كنعرفش نقول السميه ديالو، وجاو واحد جوج غواصه غير باش لبسوا الحوايج ديالهم وباش لبسوا الماتريال ديالهم، يكون شي ساعه ونص عاد باش قادوا وثبتوا باش دخلوا. دخلوا لعبوا عي تما قدامي، يعني انا كنشوفهم بعيني، يعني ما زادوش القدام، كيلعبوا عي قدامي وكيخرجوا. وهذاك الموتور زاد واحد شوي تما كيدور كيلعب تما كاين. حقاش بنتي كانت باقه تما امكانهم ينقذوا هذيك الساعه، ولكن الغالب الله ما عرفش كيفاش وقع. وانا بقى لدابا من فاتح ماي الاول في الشهر شهر 5، وهي اليوم 3 في الشهر، وبنتي بقى ما وصلت، ما بانت لا ميته ولا حيه. تنمشي عندهم تقول لي يا ودي البحر طالع، كاين المد كاين الجزر، انا ما كنفهم لا مد ولا جزر، كنفهم بنتي تجي عندهم ما عندهمش الماتيريال، ما يمكنش ما يكونش ما عندهمش الماتيريال، عندهم الماتيريال وعندهم كل شيء عندهم، ولكن بنتي ماشي بشي بتمشي مسؤول. بنتي عيب، بنت راجل متقاعد، متقاعد في الصحراء، هادشي اللي عنده انت لا اقل ولا اكثر. ها هو جالس حدايا مصدوم 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 مصدوم، وهادشي هذا كنطلب انا، كنطلب من المسؤولين، وكنطلب من جلالة الملك، وكنطلب من الوقاية المدنية، وكنطلب من الدرك ينقذوا لي عي بنتي. بنتي اليوم هذا ما عرفت واش ميتة ولا حية، عي جبدوها لي، ميتة يجبدوها لي، حية يجبدوها لي. هادشي اللي كان كنطلب حتى شي حاجة، ما بغيت والو، بغيت غير بنتي هبة 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 هبة، بغيتها حية أو ميتة، وشكرا وسمحوا لي بزاف. السلام عليكم. انا اخت الضحيه هبه الهلالي اللي تعرضت للغرق في شاطئ اشقار من نهار اثنين، مع نهار اثنين مع استاذ العشيه الى حديث الساعه خصي مازال ما بانت شي، حتى واحد ما كيقولنا شي حاجه عليها اللي غتخلينا مرتاحين. خصي ما عرفها لا ميتة ولا حيه باش تكون معكم، يعني نيشان خصي ما عرفها واش ميتة ولا حيه. ما نقدرش نقول لك انا خصي ماسس، وانا خصي مازال ما عرفها شي، مازال ما شفتي حتى الجثه ديالها. واش فري الروح ديالها طلعت عند الله؟ الله اعلم. فري قال قد قدر الله ما شاء فعل، بالحق الله اعلم. انا خصي تحرقت عليها إياه، حيت مشات معايا ديتها معايا وما رجعتش معايا. انا صراحه تحرقت بزاف، خصي بقات فيا وبزاف،
اقسم بالله اختي بقات فيا انا كنطالب كنطلب وكنبغي نقول لكم الله يسهل عليكم اللي كيشوف الفيديو ديالنا الله يسهل عليكم وعاوننا غير بارطاج. حنا ما طالبين الحمد لله لا فلوس لا حتى شي حاجه. حنا بغينا غير اختنا الا كانت مات نخرجوها مكفنا من الدار ديالو نشوفوها نتسامحوا معاها نعنقوها يعني الى شي واحد يكون في الامر ديالي الا غيحس بيا. انا اختي الى حد الساعه الى يوم الساعه الى حد الساعه مازال اختي ما عارف عليها حتى شي خبر. اختي مشات معايا وكانت كتلعب معايا وكنا انا وياها كنلعبوا شويه. اختي قالت لي ضحى اختي واخا ندخل نعوم. قلت لها اه ماشي مشكله اختي بالحق ما تدخلش بزاف. يلا اختي دخلت يلا غزت واحد الغطسه. من غطسات بحر جاره يعني هي مشات اتجاه الواد فهمتي. وكان معايا واحد ميتناجور اللي هو الخطيب ديالي عمر فاحص كان بوحديتو تما كيتواجه في ديك المنطقه بوحديتو يعني ما كان معاه حتى شي واحد. باش نكون صريحه وكنقول الحق يعني ما نقدرش نكذب على شي واحد كنقول الحق. كان ميتناجور واحد اللي هو عمر فاحص اختي هو شخصيا كيقولها لي وكيعاود كيقول انا كل قلت لي عاوني كل قلت لي عاوني وراني جبدت خصك حقا لقيت ما لقيت حتى شي واحد اللي يعاوني. خصك ما تلي على ظهري اختك فقدت اللاوعي. انا ما حيت نشبره ما جات الموجه فرقتنا. اختك مشى زايده وانا مشى زايده. من عليت عيني بغيت نشوف خصك واش باقي حدايا لقيت اختك غبرات وانا براسي شفت خصي. من عليت عيني حتى انا وكنشوف كنقلب غير على خصي فينك اختي ما لقيتهاش. كنلقى عمر الحمد لله خرج بالكشاكش حتى هو كان على شويه كان الله يحفظ حتى هو كان عايمشي حتى هو ما عارفين حال الدس عارفين كيفين غيكون مصيبه في البحر وصف الحجار واش مجروح واش ميت الله اعلم. وكنبغي ولي كنطالب وكنقول لكم الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم الله يعاونكم معاونوا لي اختي الله يسهل عليكم عاونوا لي اختي وجيبوا لي اختي سميسه ولا حيه والله سامح ساجينا قسما بالله الا تسكوينا على اختي. اختي مازال صغيره اختي مازال بنت 14 عام مازال ما شافت ما تشوفات. وكنبغي نشكركم وشكرا.